هنكمل المحاضرة عشان نشوف الاناليسيس بتاعت الجيبل فريم وذ ريجيد تايل. احنا خدنا في اخر المحاضرة اللي فاتت ازاي الاناليسيس از ابروكسيميت اناليسيس للجيبل فريم تحت تأثير اليونيفورم لود، وخدنا الفورمولاز وعرفنا قيمة الفا وازاي اجيب المومنتس واجيب الرياكشنز. وطبعا قبليها استعرضنا اهمية المقارنة بين انواع الجيبل فريمز المختلفة، سواء كان 3 هنجد 2 هنجد فليكسبل تاي ريجيد تاي. نبتدي نحل ال جيبل فريم وذ ريجيد تاي. هنا ده السيستم الاساسي بتاعي على التوب في الشمال. نبص تلاقي السيستم الاساسي عبارة عن جيبل فريم وفي تاي 2 هنجد جيبل فريم بتاي وعليه يونيفورم لود. ده ستاتيكالي انديترمنت من الدرجه الثانيه، توايس ستاتيكال انديترمنت، لان عندي اربع مجاهيل خارجيه وفي ثلاث معادلات اتزان، يبقى في مجهول خارجي بالاضافه للمجهول الداخلي، المجهول الداخلي اللي هو الفورس في الطاي، يبقى توايس ستاتيكالي انديترمنت. طريقه الفيرشوال ورك اللي انا بقول هي اهم الطرق والتي يطلق عليها الاسم العلمي الصحيح بتاعها هي ميثود اوف كونسيستنت ديفورميشن، طريقه الانفعالات او الديفورميشنز المتوافقه. الفيرشوال ورك ده لقب شعبي بيطلق عليها، دلع يعني. طيب هنا لما بنبص بتعتمد ايه على الطريقه دي؟ بتعتمد ان انا بحول الاستراكشر بتاعي من ستاتيكالي انديترمنت لستاتيكالي ديترمنت باي طريقه، قد تختلف من شخص للاخر، واستعيض عن الرياكشنز اللي انا لغيتها بفورسز بتقوم مقام الرياكشن ده، وهي دي المجاهيل الموجوده في القصه. فهنا لو بصينا للسيستم ده، الرولر اللي على اليمين، الهنج اللي على اليمين حولها الى رولر، وبالتالي لو بصيت لاول شكل هيبقى هنا في رياكشن واي بي بس، وفي فورس هي اتش بتقوم مقام الهوريزونتال رياكشن اتش بي، وعندي اتش اي واي اي دول موجودين زي ما هما. ده السيستم الاولاني وهطلق عليه سيستم 1. طيب تاني مجهول عشان يتحول الى ستاتيكال ديترمنت هو ايه؟ هو التاي. هشيل التاي واستعيد عنها بتو فورسز اللي هو الرسم اقصى اليمين، فبقى هنا عندي المجاهيل هي واي بي واي اي واتش اي، ونفس المجاهيل اللي كانت في الحاله اللي فاتت، ولكن حطيت هنا الفورس اللي هي التي، التي في مكان الفورس. طيب هنا انا ما اعرفش قيمه الاتش وما اعرفش قيمه التي، طيب هعمل ايه؟ هقول ان انا زي ما بشتغل في الديسبليسمنت زمان، كنت تشتغل في الديسبليسمنت تحط يونت ديسبليسمنت عشان تجيب الستيفنس، فانا بنفس الكونسبت هعمل ايه؟ هحط يونت فورس، هخلي الاتش 1 طن، وفي الرسمه الثانيه اللي على اليمين خالص هخلي التي 1 طن. اول شكل لما بقى ستاتيكالي ديترمنت كده، شايفين الرياكشن في الرسمه اللي على الشمال تحت كده، هيبقى ده شكل البيندنج مومنت. ومعروف في ميثود اوف كونسيستنت ديفورميشن او الفيرتشوال ورك ان انا دايما بحاول ارسم الشكل باشكال هندسيه معروفه، لان الحل في الفيرتشوال ورك بيعتمد على حساب المساحات والسي جي. فلو عندي مساحه مثلا زي الكانتليفر مثلا، لو الكانتليفر عليه المومنت بارابولا، لا انا بحوله الى مثلث وبارابولا بوزيتيف تحت، واحد بوزيتيف وواحد مومنت نيجاتيف مثلث، لما اضمهم على بعض هيدوني شكل المومنت بتاع الكانتليفر، وهكذا. ودي اشكال محفوظ التعامل معاها. طيب يبقى ده بسميه الام نوت. لما حطيت واحد طن مكان الرياكشن بتاع كان اتش بي، رسمت البندنج مومنت اللي بالشكل اللي احنا شايفينه في النص وهسميه ام 1. ولما اشيل التي واحط مكانها 1 طن هيطلع لي الشكل الثالث اللي هو ام 2. يبقى هي دي الاشكال الموجوده وهشتغل عليها. طيب في الريجيد تاي المعادله بتقول ايه؟ معادله الاتزان هنا او معادله الكونسيستنت ديفورميشن بتقول لي دلتا 1 نوت زائد دلتا 1 1H زائد دلتا 1 2 T بتساوي صفر، وبتقول ان دلتا 2 نوت زائد دلتا 2 1 H زائد دلتا 2 2 T بيساوي صفر. تعالوا نتكلم
هي الدلتا هي ايه؟ دلتا 1 نوت. نوت هو بيعرف الديفورميشن عند نقطة واحد، الرقم الأولاني دلتا 1 نوت، واحد نقطة واحد. ديفورميشن عند نقطة واحد. أو للحالة واحد اللي هي حالة الإيه؟ الهوريزونتال اللي عند نقطة بي اللي هي شلت منها أول ريدندنت، شلت منها أول رياكشن وحطيت ريدندنت مكانها. يبقى هي دي الحالة واحد. نتيجة زيرو المين سيستم زائد دلتا 1 1، دلتا 1 1 إيه؟ يبقى هي عند نقطة 1 برضو اللي هي الديفورميشن المحسوبة عند نقطة بي، نتيجة اللود اللي هو 1 طن عند اتش. دلتا 1 2 هي ايه؟ هي برضو محسوبة عند بي اللي هي نقطة واحد او حالة واحد عند الريدندنت الاولاني، 2 نتيجة 1 طن عند تي اللي هي الحالة 2. ونفس الكلام ينطبق على الحالة الثانية. 2 تمثل النقطة اللي عند التاي اللي انا شلت منها التاي وحطيت مكانها فورسز، هي دي الحالة 2 او نقطة 2. و0 نتيجة المين سيستم، و1 نتيجة 1 طن عند اتش، و2 نتيجة 2 1 طن عند تي. طيب تعال نبص الفكرة ببساطة ايه. انا عندي الديفورميشن اللي موجودة عند نقطة بي في السيستم الاصلي كانت كام؟ صفر، مش كده؟ كانت صفر لانه هنج. طيب انا لما حولته لرولر هتظهر عليه ايه؟ displacement. طب displacement دي حقيقية ولا تخيلية؟ هي تخيلية لان انا غيرت الوضع الحقيقي وافترضت انها رولر. فالغير حقيقي او التخيلي بيتسمى virtual، ومن هنا جت كلمة virtual work اللي هي طبعا اي displacement لو ضربتها force بتدي work، فالwork ده مش حقيقي، هو virtual، هو تخيلي. طيب يبقى هنا في displacement حصلت عند نقطة واحد نتيجة المين سيستم مش حقيقية اللي هي دلتا 1 نوت، وحصل عند نقطة واحد برضو نتيجة 1 طن عند اتش. طيب خد بالك بقى، لو دلتا اللي حصلت دي نتيجة 1 طن، يبقى دلتا الفعلية الكلية اللي هتحصل هي ايه؟ لو الرياكشن ده 10 طن يبقى اضرب دلتا 1 1 في 10، يعني اضربها في قيمة اتش اللي انا ما اعرفهاش. يبقى دي الديسبليسمنت الكلية عند النقطة بعد ما شلت الهنج وحولته إلى رولر. زائد دلتا 1 2 اللي هي برضو الديسبليسمنت عند نقطة واحد برضو نتيجة الريدندنت الأولاني اللي هو عند اتش، نتيجة الريدندنت 2 اللي هو 1 طن عند تي. طب مجموع الديسبليسمنت دول هيبقى له قيمة مجموعين، لكن فعليا هو لازم يساوي ايه؟ لازم يساوي صفر. عشان كده من هنا جه برضو لفظ الكونسيستنت ديفورميشن اللي هم متوافقين ويقولوا الى الصفر. نفس الكلام للمعادله الثانيه، ان دلتا الديسبيسمنت اللي هتحصل عند الكورنرز عند التاي اللي هي بدايه المثلث بتاع الجيبل نتيجه المين سيستم، زائد اللي هتحصل نتيجة 1 طن مضروب في اتش عشان اجيبها توتال، يبقى هي عند نقطة التاي نتيجة 1 طن عند اتش، وبعدين التالتة دلتا 2 2 يبقى هي نتيجة برضو عند نقطة التاي اللي هي عند ريدندنت 2 اللي هي عند التاي نتيجة 1 طن عند حالة 2 اللي هي التي. هنا هيطلع لي معادلتين. طبعا احنا عارفين، بس عشان نرجع برضو، ان تعريف الدلتا هي انتجريشن ل مثلا دلتا 1 نوت ام نوت زائد ام 1 دي اس على اي اي. الانتجريشن ده ممكن تحله ماتيماتيكالي بالماتيماتكس انتجريشن مساحات، وتكتب بمعادله الترابيزويدال زائد معادله وتعمل انتجريشن، او انك انت نيوميريكال. نيوميريكال بتقول ايه؟ ترسم عندك ام نوت نتيجة المين سيستم و M1 نتيجة M1، يبقى لكل ممبر بضرب يا إما مساحة M نوت في CG
في قيمة الإحداثي من M1 المقابل للسي جي بتاع M نود دي، يا إما العكس أضرب الأريا بتاعت M1 في الإحداثي المقابل للسي جي بتاعها من الدايجرام M نود وأقسم على EI. والإي آي هنا مهمة جدا، لأن باختلاف العنصر لازم آخد، إحنا بنحسب الفورميشن يبقى الإي آي مهمة، باختلاف العنصر يبقى لازم أحط إي آي للعنصر. يعني مثلا لو الاعمده الاي اي بتاعتها ضعف الاي اي بتاعت الجردرز، يبقى في هذه الحاله لازم اقسم المومنت بتاع العمود لما يتضرب ام نوت في ام 1 اقسمه على 2 اي اي، بينما الجردر اقسمه على اي اي بتاعتها اللي هي 1، وهكذا. طيب هنا بعد كده لو حليت المعادلتين دول هيطلع لك الاتش وهيطلع لك التي. تحل الاتش والتي تقدر بمنتهى البساطه حلين، يا اما انك انت تحطهم وتحسب المومنتس وترسمها عادي، يا اما في قانون بسيط جدا بيقول، ويمكن هيظهر في السلايدز اللي بعد كده، بيقول ان المومنت الفاينل يساوي ام نوت الام عند النقطه من حاله ام نوت زائد الام من حاله ام 1 نضروها في قيمه اتش الفعليه اللي طلعت زائد الام من حاله 2 اللي هي من حاله 2 اللي هي الريدندنت 2 مضروبه في التي، يبقى كده الفاينل او تشتغل. طيب تعالوا نخش بقى هنا ايه على الفليكسبل تايم. هنا هي الديفورميشنز في الحاله الاولى الهنج، هل في عنده ديفورميشن؟ ما عندوش ديفورميشن، صح؟ ديفورميشن عنده بتساوي زيرو. طيب عشان كده لازم مجموع الديسبيسمنت دول يقول الى الصفر. لكن في الريجيد تاي الديسبيسمنت، هل الريجيد تاي بيتحرك؟ لا، هو قلنا الريجيد تاي ما فيهوش اكستنشن، الدلتا بتاعته بتساوي صفر، وبالتالي لازم المعادله الثانيه الخاصه بالريدندنت 2 اللي هو الفورس في التاي تقول الى الصفر في حاله الريجيد، بينما في حاله الفليكسبل ما تقولش الى الصفر، تقول الى قيمه دلتا في التاي مجموعهم، لان في الاصل من السيستم عشان هي فليكسبل هيبقى في قيمه دلتا موجوده عند التاي. يبقى لازم لما تغير السيستم وتخليه ستاتيك الترمين وتجمع الثلاثه ديسبيسمنت يطلعوا قيمه الدلتا بتاعته. طب هنا نشوف نحسب الدلتا بتاعت، طبعا هنا الاول ده شكل برضو تحت تاثير الهوريزونتال فورس، ازاي الريجيد تاي برضو الفورس فيها، وهنا برضو الهوريزونتال فورس، يعني دي مجموعة من الحاجات الموجودة. تعالوا نتكلم على الاكستنشن في التاي. دلتا في التاي يعني الرسمتين اللي انا حطيتهم قبل كده هي برضو ابروكسيمت ميثودز او ابروكسيمت اناليسيز للجيبل فريم. دلتا مين المسؤول عن الاكستنشن؟ التاي. يعني مين المسؤول، حديد ولا خرسانة؟ حديد، مش كده؟ طيب لانك انت الطاي ممكن ما تحطلهاش خرسانه وتحط حديد بس، هدف الخرسانه في الطاي ان هو بيدي نوع من الحمايه للحديد، لكن انا ممكن احط الطاي حديد فقط لان هو المسؤول عن مقاومه الشد، لان الخرسانه ما بتقاومش شد. يبقى الدلتا هنا هتساوي تي في ال على اي اس في اس، اللي هي جايه منين؟ حط اي الناحيه الثانيه، ده معامل يانج بيساوي ستريس على السترين، الستريس بيساوي تي على اي اس. طب والسترين بيساوي ايه؟ السترين بيساوي اللي هو في المقام دلتا على ال، فبقى جت لي الفورمولا دي. طيب اي اس بتساوي ايه واحنا عارفين كلها؟ تي بتساوي اف يلد على جاما اس. طيب واي اس بتساوي ايه؟ ان في اي سي، وان بتساوي كام؟ 10. اعمل التعويضه دي، شيل الاي اس وحط مكانها تي على اف فيلد على جاما اس، وشيل الاي اس وحط مكانها ان اي سي، هيطلع لك لما تختصر القصه ان دلتا في التاي بتساوي 1 على اي اس ال اف فيلد على جاما اس، اللي هي لما نستبدل الاي اس بان اي سي هتساوي 1 على ان اي سي في طول التاي اف فيلد على جاما اس. خد بالك ليه انا بعمل كده؟ قبل ما ابتدي الاناليسيس بعرف الفورس في التاي بتساوي قد ايه،
بعرف الدلتا في الطاي بتساوي قد ايه، لان انا نظريه البيضه ولا الفرخ، انا عشان اعرف الفورس في الطاي لازم اعرف ايه، اعرف اي اس، وعشان اعرف اي اس لازم اكون عارف الفورس في الطاي، فهي حلقه زي البيضه والفرخ. فبالتالي انا لازم اعوض واجيب قيمه للفورس في الطاي independent في الفورسز اللي هتطلع. طيب دي الام فاينل اللي قلنا عليها. بعد كده طبعا مجرد ان انا اعوض بعد كده في معادله، لو عرفت ان الفور ان التاي هي تاي فليكسبل يبقى احسب قيمه الدلتا واحطها في المعادله 2. بس خد بالك هنا الدلتا في التاي هتلاقيها قيمه قليله جدا 0.00 كذا. لما يبقى عندك ريجيد انت بتحل بدلاله اي اي، مش لازم تعوض بي اي لان كلهم لهم نفس الاي واي مختلفه، فتحط هنا اي اي وهنا 2 اي اي وهنا 3 اي اي وهكذا، فبيطلع العلاقه بينهم علاقه نسبيه. فاهم ازاي؟ يعني انت مش محتاج تجيب قيمه لدلتا اي، انت بتحل في مجهول اللي هو الاتش والتي. فسواء يعني ممكن اروح ضارب المعادله كلها مثلا في 10 او اضرب المعادله كلها في 20 واحل، فيبقى هنا القيمه الدقيقه مش مطلوبه او مش مهمه. لكن هنا بقى خد بالك المعادله الاولى في الفليكسبل تايم بتساوي صفر، المعادله الثانيه بتساوي قيمه قليله قوي. لو انت استخدمت الطرف الايسر في المعادله الثانيه قسمته على اي اي هيطلع ارقامه زي ما انت تيجي تحل او كنت بتحل في الفيرتشوال ورك، هتلاقيها 300 400 500 القيمه. بينما الدلتا في التاي ليه؟ لانها كان المفروض تتقسم على اي اي وانت كنسلت الاي اي كله مع بعضه، فتلاقيها مقارنه بالقيمه الثانيه قيمه الدلتا في التاي مهمله. لا ده انا هنا لازم الطرف الايسر يتقسم على اي اي الفعليه عشان تطلع قيم قليله ويبقى هنا في تاثير للتاي. وده كده عرفنا احنا الجزء ده. تعالوا نتكلم على البوليجون فريم. ايه البوليجون فريم؟ هو فريم مكسر. شايف دي اشكال له، مجموعه من الاشكال له. البلاطات دي اللي انا شايفها كل بلاطه من دول بلاطه وان واي، بلاطه وان واي. لما تبقى البلاطه يعني لو مسكت الفيجر ايه ده وخليت البلاطه دي وان واي، البلاطه اللي تحت وان واي، يبقى هتدي ايه يا جماعه؟ هتدي رياكشن، يعني هي ماشيه في الاتجاه العمودي على الصفحه دي، وبالتالي على الفريم ده هتدي رياكشن، مش هتدي يعني مش انت شايف في كاميرا، شايف الكاميرا اللي ماسكه البلاطه المقلوبه اللي تحت على الشمال، يبقى هنا نص الحمل رايح للكاميرا الداخليه ونص الحمل رايح للكاميرا الخارجيه، الكاميرا هتدي رياكشن على الفريم، وبالتالي الفريم ده البوليجون هيشيل في جميع الحالات اللي احنا شايفينها كونسنتريتد لودز، او زي ما انا شايف كده كونسنتريتد لودز. بنحلها ازاي؟ بنحل بمنتهى البساطه، بنفترض بنستخدم السنس بتاع الفريم. احنا بقول ان انا عندي الشكل ده ممكن يبقى بيندنج مومنت، انا بفترض كما لو كان ده بيم بالسبان اللي تحت وعليه كام كونسنتريتد لود، واحد تحت السبورت يمين، واحد قصدي فوق السبورت يمين، واحد فوق السبورت الشمال، دول ما لهمش قيمه في المومنتس ولا في الشير بتاع لانهم مع السبورت بيلغوا بعض، واثنين كونسنتريتد في النص. هترسم البيندنج مومنت. طب البيندنج مومنت ده لو قسمته على الهايت بتاع التراس يديك ايه؟ يديك الكومبريشن فوق والتنشن تحت متساويين، ودي طريقه احد الطرق اللي كنت بتحل بيها الفريم. كنت تاخد التراس، بتاخد التراس وترسمه كانه سمبل بيم، ولما ترسمه كانه سمبل بيم بتيجي في منتصف الممبرز اللي هي التوب كورد والبوتوم كورد، تحسب البيندنج مون وتقسمه على الهايت وتقول ان دول كابل كومبريشن فوق وتنشن تحت وبينهم مسافه، تقدر تحسب من الكابل ده تقسمه على المسافه تجيب التنشن والكومبريشن. فده الحل الابروكسيميت بتاع زي ما احنا شايفين اهو، رسمنا البيندنج مومنت اداني التنشن والكمبريشن، وعند الجوينتس بقى اللي هي جوينت سي وجوينت دي تقدر تعمل اتزان للجوينت عشان تجيب الفورسز في الدياجونال ممبرز. وادي شرح القصه بالظبط. طيب راديال فريمز،
الراديال فريمز دي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. الراديال فريمز ان شاء الله الشابتر بتاع الفريمز كله كامل هيجي لكم تكست عشان تقدر تشوف التفاصيل برضو اللي موجوده وتقدر تستوعبها اكتر. الراديال فريمز هي بتستخدم لتغطيه المساحات الدائريه، ودي اقوى وسيله لتغطيه اي مساحه دائريه. طيب الراديال فريم دي زي ما انا شايف اهو، بص عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه فريمز متقابله قطريا، بتضغط على رينج بيم في النص، في رينج بيم المدوره بتضغط عليها. النقط دي كلها الراديال فريم شايف فيه كاميرا دائريه خارجيه وكاميرا دائريه داخليه، اللي هي ما تبص في السكشن اهو عباره عن دبل كانتليبر، وفي كاميرا عند العمود، في كاميرا في الكانتليبر الخارجي، وفي كاميرا في الكانتليبر الداخلي اللي هو ضاغط على الرينج بيم. دول الفريمز دي في حاله اتزان، في حاله اتزان مع بعض. خد بالك دول مجموعهم 8. طبعا لو بصيت للكاميرا الخارجيه هتلاقي البحر بتاعها اكبر من الكاميرا الداخليه، اكبر من الرينج بيم، يعني الكاميرا الدائري ده بيقل في السبان بتاعه كل لما تخش لجوه. طب لو انا عندي بحر كبير قوي خارجي اعمل ايه؟ ممكن اخلي الثمانيه دول 16، اكتر عدد الفريمز، او اخليهم 12. يبقى هنا في هذه الحاله، او لو صغرت المساحه قوي ممكن اخليهم 4. يبقى التحكم في عدد الفريمز بيتحكم في السبانز بتاعت الكاميرا الدائري. طيب نبص للفكره. الرينج بيم، تعالوا نبص الرينج بيم دي كلهم ضاغطين عليها، هل يقدر واحد من الفريمز دي يتسحب لبره ويسيب الرينج بيم؟ ما يقدرش، لانه لو سابها الرينج بيم هيحصل ايه؟ لو كل واحد اتحرك خارجيا الرينج بيم هتقع، مش كده؟ لو تخيلت كده يبقى الرينج بيم في حاله اتزان تحت تاثير الضغط اللي جاي عليها من الفريمز المتقابله قطريا، زي ما انت شايف الشكل اللي على اليمين، الدايره اللي على اليمين. طيب تعالوا نبص هنا، هل الاستراكشر ده نقطه ايه؟ اعملها فيكسد ولا اعملها هينج؟ لو انا عندي فريم كده مش ريديال وعملت نقطه ايه هينج، تبقى فيتال مستيك. ليه فيتال مستيك؟ لان اي عزوم، لو عندك العزوم على الشمال والعزوم على اليمين مش متساويين، يبقى فرق العزوم يروح لمين؟ يروح للعمود. طيب لو راحوا دول ل نقطة ايه؟ هل نقطة ايه دي قادرة وهي هينج انها تشيل عزوم؟ لا، العزوم خد بالك هتبقى ثابتة، هتساوي دايما في كل نقطة الفرق بين العزوم بتاع الكانتليفر يمين والكانتليفر الشمال. يبقى في هذه الحالة العزوم الثابتة دي هتيجي توصل نقطة ايه، ونقطة ايه ما بتشيلش عزوم لأنها هينج. يبقى في هذه الحالة unstable، يقع. لكن تعالوا نبص للريديال فريم عندنا هنا في هذه القصة. الريديال فريم يا جماعة، الريديال فريم ده النقطة الرينج بيم. الرينج بيم هل ممكن الفريمز النقطة بتاعت الرينج بيم تقابلها، هل ممكن تتحرك فوق وتحت؟ اه. ليه؟ لأن الفريم ده ممكن ينزل كأنه كانتليفر، ممكن ينزل لتحت تأثير الأحمال ومعاه الرينج، يبقى مجموعة الفريمز تنزل شوية تحصل ديفورميشن في اتجاه واي ومعاها الرينج بيم. طيب يبقى مسموح بالحركة في اتجاه واي. طب هل ممكن الرينج بيم تتحرك اتجاه مجموعة من الفريمز وتسيب المجموعة التانية داخليا او خارجيا؟ لا، لانه عملت كده خلاص ما فيش استابيليتي، هتقع. يبقى هنا الحركة الافقية غير مسموح بها. ايه اللي بيسمح بنوع من الحركة في اتجاه ويمنحها في اتجاه؟ هو الرولر سبورت، بس هنا معكوس، هو سامح بالحركة في اتجاه واي ومانع الحركة في اتجاه اكس، وبالتالي زي ما انت شايف الشكل ده رولر سبورت مقلوب. يبقى هو ده الاستاتيكال سيستم بتاعي. يبقى يجوز جدا ان انا اعمل تحت هنجد سبورت، ما فيهاش مشكلة ان انا اعمل هنجد سبورت هنا. طيب لما تعمل الهنج سبورت كده تحلها ازاي؟ منتهى البساطة، سيجما اكس تجيب اكس عند ايه؟ يعني الاول الفورسز احنا هناخد عزوم
عند A أجيب XB، عزوم عند A أجيب XB، سيجما X أجيب XA. وبعدين بعد كده خد عزوم عند نقطة B تجيب YA. خلاص جبت رياكشنز. البيندنج مومنت هنا لو ده كان ليفر عند نقطة B لو مفيش سبورت ده، كان المومنت كله عند الأرم اللي على اليمين كان كله W سكويرد على 2، قيمة كبيرة جدا. لكن هنا لا، عشان الهنج ده هتلاقي جزء بوزيتيف وبعدين يقلب يبقى نيجاتيف عند السبورت، يعني قيمته قلت جدا فاقدر اغطي بيه مساحات كبيره. فهو ده الريديال فريم. خد بالك من اكس بي اللي محطوطه دي هنا، هنا المومنتس هنا لا تبص عليها بقى، اللي هي بيتولد ريديال وتانجنشال فورس في الرينج بيم دي، وحسابها سهل طبعا. انا حطيتها كده، هي دايما ما بتبقاش مطلوبه في الامتحان، لكن ممكن تصممها وفي سنه رابعه اما تاخد التنكات وكده هتعرف الرينج بيمز تصممها اكتر. لكن احنا لما بنجيب في الامتحان بنجيب الريديال فريم كريديال فريم. عرفته كده وجبت رياكشنز بتاعته وتقدر تصمم وتسلح وتشتغل بيه عادي. وده بقيه القصه بتاعت ازاي بتحسب ايه. البانل فريمز بقى، البانل فريمز دي من الحاجات الظريفه جدا. انت خدت البانل بيمز، البانل بيمز ميزتها ايه؟ البانل بيمز زي ما قلنا ميزه البانل بيمز انها بانل بيم سلابس، يعني هي شغاله بتاخد اللود في اتجاه موازي مش عمودي، زي البلاطه مش زي الكاميرا، وبالتالي بيطلع الحمل الكبير ماشي في الاتجاه القصير، والحمل القليل الصغير ماشي في الاتجاه الكبير، فتطلع ابعادها معقوله. هي انت بتصممها ايه؟ simply support W squared على 8. لكن لو انا خدت الاعمده بتاعتها وعملتها متصله بالبيم كانها فريم، فبقت فريم بالمنظر ده كيس A، وفريم ده كيس B. لو انت لغيت عمودين مثلا عشان المدخل تحت في الكيس B، الجزء التحتاني مش عايز اعمده عشان ده مدخل مثلا او ازاز واجه ازاز او يبقى هنا. هل المومنت في الفريم ده او الفريم ده زي المومنت في السيمبل بيم؟ لا، ده المومنت في السيمبل بيم ايه يا جماعه؟ كله في اتجاه واحد، دبليو سكويرد على 8. لكن المومنت هنا ايه؟ لا، المومنت هنا جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف، هيبقى ابعاد معقوله، وبالتالي يطلع البانل فريم اقل بكتير جدا من البانل بيمز. اخر حاجه ده المالتي ستوري فريمز، ده للناس اللي يعني هتشتغل زلازل وتحب الزلازل. احنا في حاله الفيرتيكال لودز بنفترض دايما وجود هنجز، لانك تعرف في تحت تاثير اليونيفورم لود بيحصل مومنت نيجاتيف ونيجاتيف وبوزيتيف. نقط الانترميديت هينج او نقط الزيرو مومنت دي هي نقط انترميديت هينج، تماثل الانترميديت هينج اللي عندها مومنت بيساوي زيرو، هي بتساوي تقريبا 0.146 من ال، دي النقط. فانا بفترض اماكن الزيرو مومنت الهينجز، وبالتالي اقدر احل الاستراكشر ده بطريقه سهله جدا. في حالة اللاترال لودز بقى على الفريم، احنا بنفترض دايما انتوا حافظين شكله، دايما يبقى مثلثين. لما تاخد فريم عادي زي ما شفنا في الصفحة اللي فاتت بيدي مومنتس كده بشكل، لو هو فيكسد بيدي مومنت متساوي، ويبقى الانترميديت هينج في عبارة عن مثلثات، ويبقى الانترميديت هينج موجودة في النص بالظبط. ده لو بتحل لاترال لودز. ليه بنعمل كده يا جماعه؟ شرحنا قبل كده، قلنا يا جماعه انك لازم تتوقع شكل البيهيفير تقريبا، يعني انا ما ينفعش مثلا افترض ان انرشيت عمود بتساوي انرشيت جردر، وبعدين لما اجي اصمم الفريم الاقي الانرشيا الجردر طالع انرشيت واحد او العمود انرشيت واحد والجردر انرشيت واحد ونص، يبقى انت وصلت لفاينل ديستريبيوشن ومومنتس مختلفة عن الفرض اللي انت فرضته، فانت بتحل حاجة تانية، حاجة غلط. عشان كده دايما القطاعات التقريبية في أي حاجة، في البيم، في الكولمز، في الفريمز، في التراسز، لازم ندخل أبعاد تقريبية، مش لازم تكون دقيقة بس معقولة، أو العلاقات بين الممبرز الأعمدة والجردرز هتبقى علاقات قريبة من الفاينل اللي هيجي. عشان كده ما بنحل ده بنحله عشان ندخله على الكمبيوتر بالابعاد اللي هتطلع من الانيشال ديزاين، فيطلع لي المومنت النهائي بيدي ديزاين لانيرشيا وعلاقات ممبرز زي العلاقات اللي انا فرضها في الاول. ان شاء الله المحاضرة الجاية البارتين دول تذاكروهم مع بعض. المحاضرة الجاية هنتكلم على الديزاين والديتيلينج والتسليح
والهنجز والحاجات الباقيه. تمام.